بعكازين تتوكأ عليهما، تقصد يوميا متوسطة عيسى زنجلي ببلدية تلعصة بولاية شلف، تصعد بهمة عالية ونشاط كبير بابتسامة تحيي تلاميذها، فيبادلونها التحية ويردون بأحسن منها. أنا كنت ندخل للقسم ننسى الإعاقة إطلاقا، من ننسى أصلا، ما نحسش باللي عندي مشكل. هي الأستاذة شهلة صاري، أستاذة اللغة الإنجليزية. قصتها مثال للتحدي، أصيبت بورم وهي طالبة بالمدرسة العليا للأساتذة، غير أن حبها لمهنة التعليم أنساها الإعاقة. وتعبت ومرضت مسكينة، والآخرة قطعوا لها كراحة، واليوم لا الحمد لله، الحمد لله راهي خدامة وراهي مليحة وراهي يعني كنا معنا هنا في الدار، وإن شاء الله ربي يطول عمري إن شاء الله نتهلا فيها. كان عندي 19 سنة هذاك الوقت، كمرت أنا بعد اللي سجلت أمرت أي بلوكيت العام ورحت لوبيتال، درت لوبيراسيون، كان نحاولي لا توت لا جوم باسكو المرض كان مشاري للتحت، كان عندي ورم والمرض مشاري حتى للتحت. تعتبر من خيرة ما أنجبت المدرسة الجزائرية، حيث أنها تمتع بشخصية قوية وهي صابرة وراضية بقضاء الله وقدره، كما أنها واعية بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها. تقول الأستاذة شهلة إنها واجهت انتقادات من وصفتهم الفاشلين بعزيمة، مقدمة الشكر لكل من ساندها من الأسرة التربوية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على تعليقاتهم التي جبرت بخاطرها. الأستاذة الشامخة الصامدة، الأستاذة الثابرة المجتهدة، الأستاذة القدوة، الأستاذة المحنكة. والله تعزز كلمات عن ما نقوله للأستاذة. أجمل أستاذة نقدر نقول، قريت عندها كامل بدينا نقراو، رغم أن الحالة الصحية تاعها بصح رغم هكاك تقرينا توصلنا ديك المعلومة، رغم هكاك قراتنا علمتنا عرفتنا كنديرو نقراو، حاولت توصلنا المعلومة اللي بغاتها. ورغم إعاقتها هي تقدر دير المستحيل باش تفهمنا وتقدم لنا الدرس، رغم كاين شي قلال اللي ما يفهموش بصح توصلنا المعلومة فوق طاقتها. رواد مواقع التواصل الاجتماعي داروا حالة، يعني ما توقعتش هذاك الصدى، تلقى هذاك الصدى كامل، فرحت بزاف وبدت نقرا في التعليقات. عندي يومين والله ما رقدت، قريت كامل التعليقات تاعهم تقريبا كامل. بالنسبة لي هو دعم وحافز باش نخدم أكثر وأكثر. جزاكم الله خير، كامل اللي هدر كلمة مليحة وجبر خاطري، جبر الله خاطرك وجزاكم الله خير. أكرمت والديها بالأمس بعمرة، فكرمتها السلطات المحلية اليوم. أما أكبر تكريم بالنسبة إليها نجاح تلاميذها وإتقانهم للغة الإنجليزية.